وين القمر غايب لهلا؟ طولت علي. لك يا ابو سليم، يا ابو سليم حرام اللي انت عم تعمله، حرام تشرب بهي الايام الفضيله. عم اقول لك بكره اول يوم رمضان، ما بيجوز هيك. خلصي وليك، شو جاي تعلميني شو بيصير وشو ما بيصير؟ لك يا رجال، انت ما بتخاف من ربك؟ عم اقول لك بكره اول يوم رمضان وانت حاطط هالمشروب وقاعد عم تشرب. يا عمى بعيونك يا عمى، والله طولان لسانك مو طولان؟ لا طولان، لا وفوقها عم تعلي صوتك بوشو ليه؟ لا مو طولان لساني، بس انا عم بحكي مشانك، لازم تخاف ربك يا رجال. ايوه عم تحكي مشاني، ولازم انا اخاف الله. هلا عم سليم ما بقى يخاف الله ليه؟ ما بقى يخاف. العمى على هالظلم العمى. لك انا كمان هلا متهميني بحريق المدرسه؟ لك يا ياسين قسما بالله مو انا. لك انا لما سمعت انك انت صرت استاذ المدرسه قسما بالله دمعت عيني، كنت راح ابكي حتى اساله ليعقوب، طار عقلي من الفرح. بيتهموني انه انا انزل احرق المدرسه؟ والله بعرف يا ابن خالتي، بعرف انه مو انت اللي عامل هاي العمايل، بس الشيء اللي راح يجنني مين اللي عم يعمل هيك ويلزقها فيك؟ مين؟ سيدي مو مشكله، طمني خالتي ام ياسين كيفها؟ شو اخبارها؟ كل يوم عم تدعي لك يا عبود، كل يوم عم تدعي لك لحتى الله يفرج عليك ويردك سالم لاهل الحاره. ان شاء الله يا رب. يلا يا عقوب قوم شان توصلني على الحاره. وين بدك تروح؟ بتسحر بعدين بتنزل. لا دخيلك، شو سحور ما سحور؟ والميمه؟ لا تعمل لي ميمه وعميمه، بتتسحر بعدين بتنزل على الحاره. اي وانا بوصلك وبروح على الفرن، لانه المعلم نوري بده ايانا نشتغل بعد صلاه الفجر مش رمضان. المعلم نوري لكان، والله وطلعت مخبى بثيابك يا يعقوب. خوش راب شاي.